السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة معاكم أخوكم رامي عزت ودرس جديد من دورة احتراف الووردبريس. الدرس النهاردة سهل وبسيط جدا عن كيفية عمل بيج. اللي تابع معانا درس كيفية عمل بوست من اد نيو بوست هيلاقي إن الدرس دوت سهل جدا. باجي عند بيج وأجي على اد نيو بيج إن أنا أنشئ صفحة جديدة. الموقع دايما بيكون فيه صفحتين لازم يكونوا موجودين، صفحة about me اللي هي صفحة عني، وصفحة privacy policy اللي هي صفحة السياسات يعني الخاصة بالموقع، ودي صفحة جوجل نفسه بيحبها، يعني بيحب الموقع اللي يكون فيه صفحة البرايفسي بوليسي ان انا يكون عندي سياسة خاصة بالموقع بتاعي. بقدر انزل الصفحة دي كنسخة جاهزة من ويكيبيديا أو إن أنا أكتب اللي أنا عاوزه فيها. النهاردة إحنا عن كيفية إنشاء صفحة عادية جدا، بعتذر على الأصوات اللي حواليا. بيج بعد كده بجيب أد نيو، عفوا تمام، من بيج بختار اد نيو يعني اضافة صفحة جديدة، وبكتب هنا اهم صفحة عندي واول صفحة اللي انا هعمل مثال عليها هي صفحة اباوت مي. هكتب اباوت مي وبعدين اكتب اللي انا عاوزه هنا. طيب انا دلوقتي التمبلت بتاعي او القالب مجهز لي الصفحة دي، القالب اللي احنا عملناه مع بعض، بيج اللي هو القالب الديفوت يعني اللي موجود. انا هروح لي اول بيج، الصفحات اصلا اللي موجودة عندي هلاقي هو عامل لي بالفعل صفحة اسمها about، دي خلاص about me اللي انا لسه عاملها انها درافت، يعني اقدر بسهولة ان انا امسحها لو عاوز امسحها. بس انا هاجي على صفحة about وهضغط edit تعديل الصفحة اللي قالب اعملها لي، هسميها about me بدل about، هغير الاسم هنا، المحتوى اللي انا عاوز اكتبه، همسح كل الكلام دوت. طبعا سواء بقى الموقع بتاعك عربي الموقع انجليزي دي بتختلف، بس طبعا طالما كاتب فوق about me فهنا المحتوى لازم يكون انجليزي. هنا ممكن تكتب عني، يبقى لو المحتوى هتكتب عربي في about me هنفترض ان انا هكتب بالانجلش، لازم اكتب طبعا I am رامي. بكتب مثلا انا كام سنة، هكتب مثلا 27 years old. عاوز اي معلومات شخصية اضيفها عني بضيفها هنا. انا دلوقتي مش هكتب لان دوت يعتبر مثال تجريبي. بعد كده اول ما ادوس على كلمة update المفروض ان صفحة about me يتم تحديثها للمحتوى الجديد اللي انا كتبته، والعنوان الجديد كان اسمها about بس خليتها about me. اروح للصفحة الرئيسية عندي في الموقع، هعمل refresh الاقي الصفحة فعلا من اسم about اتحولت الى about me. هضغط على كلمة about me هيجي لي الكلام اللي أنا كتبته I am رامي عزت 27 years old. طبعا المفروض بكتب كتير، بكتب بقى اسمي، بكتب اهتماماتي، بكتب الموقع دوت أنا عملته ليه، عاوز أكتب قصتي في العمل عن طريق الإنترنت بكتبها هنا. يبقى ده بالنسبة لصفحة about me. بعد كده كده يعتبر طبعا اللي تابع معانا درس الفورماتنج بتاعت البوست اللي هو تنسيق البوست، نفس الكلام بقدر انسق من هنا. ممكن كلمة رامي لو انا عاوز اغيرها اخليها مثلا بلون مخالف، ماشي يعني براحتك، دي حاجة ترجع لك انت. التنسيق من هنا احنا شرحنا الكلام دوت بالتفصيل، المربع دوت في درس تنسيق البوست. لو دوست هنا تكست طبعا ده بقت باللغة أو عفوا بأكواد ال HTML، لكن الأفضل للمبتدئين كلهم يتعامل مع الفيجوال عشان هنا مربعات التنسيق أشبه ببرنامج الوورد. بعد كده كده الجزء الأول من الدرس خلص. الجزء الثاني إزاي أضيف قالب للصفحة. إحنا شايفين الصفحة عاملة إزاي، الصفحة صفحة عادية جدا من صفحات الموقع، جنبي هنا سايد بار. أنا في البيج عامة عاوز اللي يدخل على أباوت مي يلاقي معلومات عني بس، مفيش حاجة تانية تشتته، مفيش حاجة تانية تشتته، فعاوز أخفي السايد بار ده إزاي. باجي من القايمة اللي في الجنب اللي هي بيج أتريبيوتس وبختار تمبلت القالب، بدوس عليه هنا
يقول لي ديفوت تمبلت، يعني احطه عادي في القالب العادي جدا، ان اي بوست او موضوع عندي هيبقى موجود هنا وجنبيه السايد بار اللي هنتكلم عليه بعدين، ولا ان انا ابدا اتعامل مع موقعي بشكل احترافي اكتر، اللي داخل على صفحه اباوت مي عاوز يقرا عني فقط، مش عاوز يشوف حاجه تانية جنبيه، وانا عاوز صفحتي تبقى مركزه عني، حاطط صوره وشويه معلومات عني بس. فهختار ديفولت تمبلت فول ويدث نو سايد بار، بمعنى ان الصفحه دي تاخد عرض صفحه بالكامل وما يبقاش فيه اي سايد بار جانبي. بعد كده هدوس على ابديت، ان الصفحه بيتم تحديثها. مجرد ما يتم تحديث الصفحه السايد بار اللي هنا اول ما اعمل ريفريش هيبدا ان هو يختفي. طيب في برضو جزئيه تانية، عفوا هو النت بطيء في الدرس ده، يمكن عندي ايام بيبقى النت سريع جدا وايام بطيء جدا، فيعني اعذروني. هنا هو خلاص الصفحه حملت، لو دوست هنا على ريفرش للصفحه زي ما حضراتكم شايفين السايد بار اختفى ما شاء الله، الصفحه حملت في ثانيه يعني المره دي. وهنا تقدر تعمل البوست بتاعك عادي جدا. طيب لو دوسنا هنا على ماي سايت، لو نفتكر من الادمن بار، ارجع للدرس بتاع شرح الادمن بار، شريط الادمن اللي هو الشريط الاسمر اللي فوق دوت، من ماي سايت اقدر انزل على بيج وادوس على اد نيو من هنا لو انا عاوز اكتب صفحه جديده بدون ما ارجع الى لوحه التحكم من الداخل، او من هنا بيج وبعدين اد نيو، هي بالنسبه لي كده احنا عملنا صفحه. حط طبعا عنوان الصفحه اللي انا عاوزها هنا والكلام هنا وانسق براحتي عادي جدا. برضو الفيجوال والاتش تي ام ال يفضل دايما فيجوال عشان تبقى الصفحه زيها زي الوورد، تكتب الكلام اللي انت عاوزه وتعدل براحتك عادي، تتخن الكلمه تخليها سميكه تخليها جايه شكلها بميل، تجيبها في النص توديها يمين توديها شمال، الكلام ده تجربه مع نفسك واحده واحده. واحنا كتبنا طبعا الدرس بتاع تنسيق البوست شرحنا كل الكلام ده بالتفصيل. اشكركم شكرا جزيلا، اتمنى الدرس يكون سهل، تقدر تعمل البيج عندك اللي هي صفحات الموقع بسهوله، الصفحات الاساسيه الصفحات الاساسيه للموقع اللي يفضل عندك، صفحه اباوت مي، صفحه كونتاكت مي للاتصال بيه تحط فيها الايميل بتاعك اللي انت هتستخدمه للتراسل من خلال هذا الموقع، وممكن تحط صفحه اخيره هنا ل يعني بعد اباوت مي وبعد كونتاكت البرايفسي بوليسي. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.